الشركة المتحدة ليها روافد كتيرة. الروافد الأولانية قنوات التلفزيون، زي ما شفنا مجموعة قنوات التلفزيون في الفيديو، سواء كانت مجموعة قنوات أون، الحياة، دي ام سي، مجموعة قنوات سي بي سي، اكسترا نيوز، قناة الناس، مصر قرآن كريم، والقنوات الدراما المختلفة اللي موجودة عندنا اللي بتقدم دراما طوال الوقت على شاشات التلفزيون. القنوات دي قنوات كل واحدة فيهم خدت جهد كبير عشان خاطر نشتغل على التطوير ونشتغل على ان هي تكبر وتحقق نتائج افضل. ترددات الراديو، ترددات راديو النيل الاربعة، ومعانا اون سبورت اف ام و 90 90. ولازم نقول ان كل واحدة فيهم ليها شخصية مختلفة، كل واحدة فيهم لما بتسمعها بتلاقي شخصية مختلفة وبتتارجت جزء من المجتمع المصري مختلف. الشراكة مع الهيئة الوطنية للإعلام اللي احنا دايما بنشدد على ان دي واحدة من نجاحاتنا، وواحدة من الحاجات اللي احنا شايفين ان احنا قدرنا ان احنا نعمل فيها حاجة معقولة. بنقول ان احنا ابتدينا مع الهيئة الوطنية للإعلام في تايم سبورتس لما قدمنا ماتشات على القناة الأرضية والقناة الفضائية في نفس الوقت، واشتغلنا في تطوير القناة الأولى مع الهيئة الوطنية للإعلام باستخدام كوادر من الهيئة الوطنية للإعلام، إضافة إلى الأون تايم، مجموعة أون تايم الرياضية اللي هي النهاردة ثلاث قنوات، والثلاث قنوات زي ما حضراتكم بتشوفوا الكونتنت اللي عليهم والمحتوى اللي عليهم محتوى كبير، ويجوز نكون محتاجين قنوات أكتر في المستقبل. طبعا مهم قوي أن أنا أقول إن القنوات التلفزيونية والترددات الإذاعية هي واحدة من الوسائل المهمة للإعلام اللي تعودنا عليها.